معاكم جمان. في هذا الفيديو رح اخذكم معايا في يومي، وفي نفس الوقت رح اتكلم لكم عن مواضيع مره كتير. واحده من الاشياء اللي من جد غيرتني بشكل ايجابي طبعا هو انه اصلي الصلاه في وقتها، خصوصا صلاه الفجر، لانه اغلبنا بتروح علينا نومه وما بنصلي صلاه الفجر في وقتها. فكره انك تسيب كل شيء في يدك في وقت معين 5 مرات في اليوم وتجلس على سجادتك وتصلي، هذا الشيء من احب الاعمال الى الله، انك تصلي الصلاة في وقتها. فمجرد دقائق تاخذها من يومك ما رح تأثر غير بشكل ايجابي على وقتك. ثاني شيء غيرني هو اني اقرأ ورد من القرآن ولو كان صفحة واحدة، اهم شيء اني اقرأ كل يوم. بعدها ممكن انك ترجع تكمل نومك زي ما انا اسوي واصحى على 9 او 10، بحكم انه احنا في اجازة وابى ارتاح، فمو لازم اني اصحى من الساعة 7 الصباح، مع انه في البداية كان نومي مرة متلخبط، كنت انام على الفجر واصحى على 2 او 3. من يوم ما بدأت الاجازة وانا يومي كان كله عبارة عن تقلبات مزاجية من دون اي سبب، وكانت غرفتي اكبر شاهد على هذه التقلبات. غرفتي كانت كلها مقربعة، عشان كده جاء اليوم اللي انا قررت فيه اني ارجع جمال زي ما كنت. هذا اليوم صحيت الصباح وقررت اني اكشخ شوية مع شوية اكسسوارات ما تضر، وقررت اني اكون سبب لسعادة نفسي، بالمعنى انه ما انتظر اي رسالة أو أي شيء يصير في يومي عشان أكون سعيدة. مجرد وجودي، وجود إصراري معايا، وطبعا وجود الناس اللي أحبهم حولي، فهذا يغنيني ويكفيني عن كل شيء. مهما كان الموضوع اللي يخليك حزين في يومك، حاول إنك تفكر بالموضوع بطريقة مختلفة. لو أما ممكن هذا الشيء صار لك عشان أنت تتغير، ممكن هذا الشيء صار لك عشان توعى أكتر بخصوص هذا الموضوع. اجلس جلسة مع نفسك زي ما انا جالسة دحين، قاعدة اشرب الشاي حقي وقاعدة افكر بتفكير عميق جدا، وبعدين خلاص اوكي اتوصلت للي انا ابغاه ورحت. ما عليكم، ترخت معي الشاي. وطبعا بما انه اليوم اللي كنت قاعدة اصور فيه هو يوم الجمعة، فاكيد لازم اسوي طقوسة حقت يوم الجمعة. مرة احب اني ابخر غرفتي، انا للامانة احب العود واحب البخور وكل هذه الاشياء، من جد مرة احبها. فكل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة ضروري أبخر غرفتي. فان فاكت، كراميل يخاف من البخور، دائما لما أبخر غرفتي على طول يخرج برا، ممكن من الدخان اللي يطلع من الفحم عشان كده يخاف، ما أدري الصراحة. بالمناسبة ترى هو قاعد دحين جنبي قاعد يلعب بخيط، فموجود دائما معي إلا لو كنت قاعدة أبخر الغرفة يهرب على طول. خلينا نرجع لموضوعنا. بالمناسبة هذا الموضوع قاعد أتكلم عنه من دون أي تخطيط، لأنه من زمان كان ودي أني أتكلم عنه، لأنه أحس من جد الناس راح تستفيد من الموضوع هذا، خصوصا لأنه أغلبنا دحين في إجازة وحاسين بفراغ في يومنا بشكل مرة كبير. وبمناسبة بداية شهر أغسطس وبداية السنة الهجرية الجديدة، قررت أني أتغير وأرجع زي ما أنا كنت، وأتمنى أنكم أنتوا كمان تتغيروا معايا للأفضل طبعا. طبعا التغيير رح يكون تدريجيا، يعني مستحيل في يوم وليلة رح تتغيروا، فلازم تبدأوا خطوة بخطوة. بحكم انه اغلبكم تحبوا الجورنال، فقررت اني اسوي فقرة جورنال في هذا الفيديو، وهذا هو اللي انا سويته. الحمد لله الجورنال هو الشيء الوحيد اللي انا ما قطعته. زي ما كلكم تعرفوا انه كراميل هو قطي انا، فلذلك انا مسؤولة عنه ومسؤولة عن كل شيء يخصه، فقررت اني انظف كل شيء خاص بي، وخصوصا الليتر بوكس لاني من زمان ما نظفته، كنت بس انظفه بالمجرفة. وقرر كراميل انه يشرف على شغلي وشيلته، ورجع مرة تاني وقرر انه يجلس، واخر قرار توصلت له اني احط التراب وهو موجود. أمس في الليل وصلتني طلبية من عند نايس ون، والأسبوع الماضي برضو وصلتني طلبية من عند نايس ون، فتحتها
ولكن حقت امس ما فتحتها فقلت خليني افتحهم الاثنين معاكم. صح اني الطربية الاولى فتحتها وجربتها، بس برضو حابة اني اوريكم هي لانه فيها اشياء عجبتني وقلت ممكن انكم تستفيدوا منها. يلا خلينا نبدأ بالطربية. خليني افتح لكم الطربية حقت الاسبوع الماضي، فتحتها بس بسوي نفسي اول مرة، يعني اني بتفاجأ. اول شيء طلبته هو الهايلايتر، كنت من جد محتاجة هايلايتر فاخذت من عند توب فيس نوعين هايلايتر. النوع الاول هو هذا كريمي، وهذا درجته 3 يا كراميل، زي ما انتم شايفين درجته 3 مره حلو. وشفت التعليقات حقته انه هو يناسب المناسبات لانه مره ثقيل، فعشان كده طلبت هايلايتر ثاني خفيف عشان الخرجات العاديه. اما هذا ثقيل فممكن للمناسبات، اما هذا للعزايم العاديه البسيطه. ان شاء الله يكون باين في الكاميرا، بس في هذا الفيديو راح اخلي يدي لوحه. اوكي ما ادري اذا باين ولا لا، بس قاعدة احاول اني اوريكم هو باحسن طريقة. اما بالنسبة للهايلايتر الثاني برضو مرة حلو، اعطى اضاءة مرة حلوة. شوفوا هو باودر طاح مني فضفري شوية شخط الهايلايتر، بس يلا ما في مشكلة. طلبت من عندهم فرشة الهايلايتر، هذه هي فرشة الهايلايتر عادية. يا الله يا كراميل، ليني احط لكم هو على يدي عشان اوريكم هو كده. طبعا في الوجه حيكون غير عن اليد بكثير، فممكن دحين ما يبان مرة. انا مرة ماني خبيرة ميك اب، بس احب الميك اب. اوكي مو مرة باين، اصلا مو باين، ولكن ترى رهيب، مرة مرة رهيب. الدرجة حقته 101. طلبت هذه المسكرة المعروفة مرة رهيبة، انا عندي منها ولكنها بدأت تخلص فعشان كده طلبت واحدة تانية. طبعا الاقيها في كل مكان، الاقيها في الصيدليات، في اماكن مرة كثير، بس قلت بما انه خلاص طالبة من نايس ون اطلبها مرة واحدة. كراميل ما ادري ايش قاعد يسوي. طلبت محدد الشفايف، هذا مرة رهيب، انا كنت ابغى محدد شفايف بدي الدرجة، ما همني من فين. طلبت هذا ومن جد مرة عجبني، حطه في الطلبية الثانية، طلبته مرة ثانية بس مو لي، لقريبتي. فخليني اوريكم هو لانه من جد مرة حلو. شايفين اللون مرة عجبني انا صراحة، يعني هذا احلى شيء في الطلبية، لاني من جد صرت احطه في كل المناسبات وفي كل عزيمة، كل خرجة لازم احطه. اخر شيء في الطلبية هو محلول عدسات. طبعا اوكي عشان اكون معكم صريحة، العلبة فاضية، المحلول عدسات في التسريحة، ولكن طلبت محلول عدسات لانه محلول عدسات يخلص فطلبته مرة واحدة. اوكي كده خلصنا من الطلبية حقتي. دحين في شيء هو اللي خلاني اصلا اطلب من نايس وين وما جبته، ما ادري كيف. دقيقة خلنا نجيب لكم هو. هذا هو، هذا او مقلوب، هذا هو. اتوقع اغلبكم تعرفوه بس راح اقول لكم ايش هو. هذا المنتج الميريكل، على قولتهم انه مرة كويس للوش، وخصوصا اذا كنتوا حابين انكم تتخلصوا من الحبوب اللي في وجهكم. هو عبارة عن اربع خطوات، خليني اوريكم هو. هي عبارة عن اربع منتجات، هنا الصابون، لكن الصابون موجود في الحمام الله يكرمكم، وبدأ انه يروح حقه الشعار، فقلت خلاص ما له داعي اني اصوره. المهم هنا الصابونة، وهذا التونر، وهذا السيروم، وهذا الكريم الترطيب. هي عبارة عن اربع خطوات بالترتيب، مكتوبة جميع الخطوات في نفس العلبة. تستعملوها قبل النوم وإن شاء الله لمدة 30 يوم على حسب ما إنه مكتوب في العلبة، بعد 30 يوم راح تختفي كل الحبوب. طبعا هذا مو إعلان ولا شيء، بس أنا قاعدة أقول على حسب كلام الناس وعلى حسب الريفيوز اللي عند المنتج. وشفت عليه مديح مرة كتير فقلت إني لازم أجربه، خصوصا إن أنا مرة قاعدة أعاني من الحبوب اللي في وجهي. أوكي هذه هي كل الأشياء اللي اشتريتها من نايس وين الأسبوع الماضي. خلينا ننتقل للطلبية الجديدة. هذه الطلبية من جد لما أفتحها هكون متفاجأة. طبعا هذا البوكس الصغير لاني ما طلبت اشياء كبيرة نفس الطلبية الاولانية. اوكي مرة متحمسة للاشياء، ماني عارفة من فين ابدأ، ولكن خليني اوريكم البوكس. شايفين الاشياء؟ خلينا نبدأ بهذا. طبعا انا من بعد ما طلبت الهايلايتر الاثنين من عند توب فيس، فصار عندي توب فيس هو التوب. جد مرة عاجبني، ف اول ما دخلت نايس وان للمرة الثانية دخلت بس على توب فيس وقاعدة اشوف هم ايش عندهم، فطلبت من عندهم هذا الشيء، باليت اي شادو صغير، لانه انا ابغى اي شادو يكون في الالوان البنية هذه بس ما تكون فيها لمعة، فاخذت مات.
شايفين الألوان؟ هي هذه اللي أنا كنت أبغاها لأنها تعتبر من الأساسيات عندي في الميك اب. خليني أجرب أحط لكم هو على يدي، يعني كل شيء حطته على يدي ما فرقت سواء حطيت ده ولا لا، فيا خلينا أحطه. شايفين هي هذه الألوان، متحمسة أني أستعملها، ممكن أني أستعملها اليوم أو بكرة ما أعرف، على حسب متى حيكون في عندي مناسبة عشان أحطهم. شوفوا للأمانة توب فيس منتجاتهم مرة حلوة، على حسب الأشياء اللي أنا قاعدة أطلبها مرة عجبتني ونفس ما أنا أتخيلت، وكان في نفس الوقت أسعارهم مرة معقولة، يعني اللي ما هي مرة رخيصة وما هي اللي مرة غالية. أوكي ننتقل لهذا الأيلاينر من The Balm. أنا طالبة هذا الأيلاينر لأنه الأيلاينر حقي بدأ يخلص، اللي هو عبارة عن قلم، فاللي بس كده تطبع عليه أخذته من عند شيئن، حق شيئن مرة رهيب صراحة، فقلت راح أطلب هذا عشان من جد أتعود على آيلاينر وما يكون بس كده طبعا، عشان من جد أتعلم عليه. هذه هي الفرشة حقته، خلنا نجرب على يدي، والله ما أدري كيف يوروكم الآيلاينر بس راح أجرب إذا والله ما أدري. يعني أنا آسف لكل ميك اب أرتست قاعدة تشوف هذا الفيديو، بس أنا آسف لساتني يعني ما أعرف دي الأشياء كتير، يعني أغلط وأجرب أشياء عادي، فهمتوا؟ أهم شيء إني أتعلم في النهاية، مو مهم من أول مرة أكون مرة فنانة. المهم أخذت هذا البرايمر عشان إذا بأسوي ميك اب مرة تقيل مثلا لمناسبات كبيرة، فلازم برايمر عشان يكون الميك اب مرتب ويكون نظيف. الحين ننتقل ل كل منتجات الشفايف اللي أنا اشتريتها. تمام، من بعد ما طلبت المحدد هذا مرة عجبتني الشركة ومرة عجبتني الدرجة، فطلبت واحد تاني مو ليا لقريبتي. بعد كده طلبت هذه اللونين، واحد ليا والتاني لقريبتي برضو. أنا اخترت هذه الدرجة لأنه كنت أبغى محدد لونه أحمر، لأنه بالنسبة لي اللون الأحمر وهذا اللون فهو أكثر شيء أساسي عندي، باقي الألوان وباقي الدرجات أبداً ما تهمني ولا أحسها مناسبة علي ولا إني أحبها أصلاً، فعشان كده خلاص ما دام معايا هذه الدرجتين فهو أحسن شيء وأحس إن عندي كل شيء. اللون خطير. آخر شيء هو هذا الروج من عند توب فيس طبعاً. الدرجة حقته 12، هو روج أحمر عادي. بفك لكم هو عشان أوبس أوكي. واضح مالي حقة ميك اب. شايفين كيف مرة مناسب مع المحدد، ان شاء الله يكون ثابت وما يتعبني. اوكي تقريبا هي هذه كل الاشياء. المنظر اللي انا شايفته مرة يحمس كذا، ودي اسوي لوك دحين ما ادري ليش. المهم هي هذه كل الأشياء اللي طلبتها من عند نايس ون، أتمنى إنها من جد تكون عجبتكم، وبس هي هذه نهاية فيديو اليوم. أتمنى من كل قلبي إنكم استفدتوا، أتمنى من كل قلبي إنكم عرفتوا أنا إيش كنت قاعدة أحس، ما أعرف كيف أشرح لكم، بس أتمنى إنكم عرفتوا أنا إيش كنت قاعدة أحس بالفترة الماضية، أتمنى إنكم أتفهمتوا كيف كان وضعي. وبس هي هذه كانت نهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا إنكم تدعموني بلايك، وإذا لسه ما كنتم مشتركين بالقناة فانزلوا تحت سووا سبسكرايب، شير لكل الناس اللي تعرفوهم، تابعوني على مواقع التواصل كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. أشوفكم الأسبوع الجاي، باي باي.